أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2015 و2016. أهنئكم بصدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينكم في هيئة النيابة الإدارية العريقة. إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم بالانضمام لهذه الهيئة مسؤولية جسيمة، فالعمل القضائي الموكول إليكم بما يهدف إليه من غايات عليا في حماية المال العام ومحاربة الفساد عمل مضن وشاق. معاون النيابة الجدد أعربوا عن سعادتهم البالغة بقرار رئيس الجمهورية بتعيينهم، مؤكدين أنهم سيكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة. نتشرف بالانتماء إلى هذا الصرح الكبير وتكليف عظيم بتحقيق العدل بين الناس. نتمنى أن نكون على قدر من الثقة والمسؤولية بالقيام بأعباء هذا المنصب الرفيع. شيء يشرفنا الانضمام لهيئة النيابة الإدارية المشاركة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وأتمنى من الله أن أكون على قدر المسؤولية إن شاء الله. القضاء ده رسالة، يعني مسؤولية طبعا، المفروض يعني الواحد طبعا يراعي ربنا ويخدم الناس بقدر الإمكان. شعور لا يوصف الصراحة، كان حلم سعيت ليه من فترة طويلة، والحمد لله ربنا وفقني في النهاية وحققت، يعني الحمد لله. وزير العدل وعد أبناءه من المعاونين الجدد أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لإقامة دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أمل صبري، التلفزيون المصري.